الوصول إليه. أنا مش متصور إن في نصوص وضعية أبدية. النص من صنع البشر نسبي وليس مطلق. مرهون نسبيته بزمان ومكان وما بينها من أحداث. لأن النصوص هي إجراءات تنظيمية لحركة الحياة، وحركة الحياة دائما مستمرة متصاعدة من البسيط إلى المعقد. هذه هي الحياة. ومن ثم السند، السند الذي يمكن أن نرجع إليه لائحة أو قانون أو دستور، سند متغير وفقا لطبيعة الأشياء. من هنا يا سيد الرئيس الحديث عن أبدية السكوك والدستور كلام لا يتفق مع طبيعة الأمور. وأنا مالفت قبل كده حضرتك قلت إنه دساتير العالم بل في الدساتير المصرية في البيئة المصرية قلت 56 و58 و64 و71 و71 في زاد الدستور حصل فيه تعديلات كثيرة. وكل له اقتضاء. قلت في 56 إن دولة اتغيرت من ملكية إلى دولة جمهورية. بالسنة 58 بعد سنتين في دولة جديدة دولة سوريا انضمت إلى الدولة المصرية فكونت دولة جديدة كانت تحتاج إلى صحة تنظيم ونظم حركة الحياة. في 64 حصل متغيرين جوهريين. الدولة رجعت تاني في 28 في سبتمبر أيلول سنة 61 62 حصل انفصال وعلى الأرض الأخرى. وحدث متغيرات اجتماعية وسياسية في البنية الاقتصادية والسياسية من المجتمع إلى المجتمع الرأسمالي إلى مجتمع اشتراكي وحصل من هنا كان لابد من المجتمع. في 71 حصل إن إحنا حطينا كل ده على جنب وابتدينا نحط رؤية أخرى تعدد الديمقراطية وتعدد الحزبي والكلام ده. إذن ببساطة يا سيدي ببساطة شديدة أنا متصور إن الدستور ده معذرة لحضراتكم إنه زي أي واحد راح يخطب فكان بدلة شيك منزلة مكتوبة ورائحة وعلى قد ما قاسي وحركته لكنه بعد مرور عام بقى أراد أن يتزوج وكان يذهب إلى أهل زوجتها لخطيبته فسمر كبر هل تصلح هذه البدلة مرة أخرى إلى أن يتزوج بها؟ هذا التبسيط الشديد الذي نقوله على الهواء هل يمكن أن الناس تبدل أمامه حلين يعدل منها يفتح الكم ويطولها ويقصرها أو يغيرها يعني يعدل المواد تكون ملائمة أو يغير الأسلوب من المكان وذلك يخضع لظروف الوقت المجتمع المحلية والإقليمية لا المحلية. هذه نقطة ندخل مرة ثانية في جوهر الموضوع في الأصل أن لدينا في قضية المرأة في الأصل أن لدينا موروثات مكنت العاجزين عن ممارسات الحياه المشتركه. التمكين سيدي تمكين مؤقت. يعني بمرحله معينه. لا اميز بين فئه واخرى من عمال لفلاحين لمرأة لمسيحي لذو اعاقه وهكذا. لان جميع الابناء لكن انا بعالج الموروث السلبي مع مرور الوقت أن يعي هذا الأمر. وبالتأكيد أن نظرة والدي نظرة حفيدتي نظرتي إلى حفيدتي أمر مختلف عن نظرتي لبنتي عن نظرتي لأمي عن نظرتي المنظور بيختلف وفقا للموروث. الموروث بيقل الموروث السلبي بحركة المجتمع
الأكاديمية الصاعدة شئنا أم أبينا المجتمعات بتتطور. هذه قانون الجدل. هذا سيدي الرئيس، أنا مش هتكلم سياسة وعواطف أمي وأختي ونص المجتمع وطبع المجتمع، لا، في موروث. راجل داخل صندوق الانتخاب في الريف أو في الصعيد أو في المدينة، ولقى صدق عليا بالفرق إلى اثنين، يا رجل يا امرأة، وفي ظني وقد أكون مخطئ سوف يختار مثلما نواجه أمور أخرى. الراجل فيلسوف مسيحي وجاهل مسلم سوف يختار المسلم. لا نخفي أمراضنا، إخفاء المرض خيانة، لأنه سوف يتعقب التوافق على لهذا السيد الرئيس. أنا أفرق بين التمكين لحين العلاج والتمييز الذي يختلف مع النصوص الدستورية وخاصة المادة 53. هذه واحدة، ولذلك يعني أدية التقنية يا أخطاء بدل المواهمة مع بقية القوى الاجتماعية السامية. أدي خياري الشيوخ، مجلس الشيوخ في الأصل سيدي وقت أستاذنا في الدستور، ولنا أن نتكلم في أشياء كثيرة إذا حينما نتكلم في الدستور نسمع ونحن نتكلم. في الأصل أن الفصل بين السلطات أمر واجب بين السلطة الإجرائية والتنفيذية والقضائية. السلطة القضائية الفصل والتوازن منها، وأيضا في داخل كل سلطة ينبغي أن يكون هناك توازن. السلطة القضائية حكم ابتدائي وحكم استئنافي وحكم قضائي، وفي حكم في تدرج الأحكام، يعني في أعلى النظر. في السلطة التنفيذية، السلطة التنفيذية تتكون من رئيس الجمهورية ومن الحكومة ويتعاونان معا في توازن بينهم. السلطة التشريعية ينبغي أن تكون أيضا هناك في داخلها توازن. في داخل البرلمان بيسموه في الخارج أو في الفكر نظام الدولتي. كل منهم له اختصاص. واحنا عشناه